هذا اللقاء الذي سيتمحور حول وضعية حقوق الإنسان والتقرير السنوي الذي أنجزته الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان. تعلمون أن الرابطة هي منظمات حقوقية مجتهدة في العديد من الميادين، في العديد من المجالات، في العديد من الجهات المغربية. اشتغلت بشكل كبير وجدي سواء على المستوى الوطني، على المستوى العربي، على المستوى الإفريقي، وعلى المستوى الدولي أيضا بحضورها سواء في جنيف أو في نيويورك، إضافة إلى لقاءات حقوقية على مستوى قارتنا الإفريقية. الرابطة المغربية لوطن حقوق الإنسان واكبت العديد من الانتهاكات التي تقع هنا أو هناك. يجب أن نعترف أن هناك إيجابيات يجب أن نتمنها في ميدان حقوق الإنسان في المغرب، ولكن موازاة مع هذه الإيجابيات التي نتمنها كما قلت نحن في الرابطة المغربية لوطن حقوق الإنسان، هناك بعض النواقص، هناك بعض الاختلالات، هناك بعض الإشكالات والانتهاكات الواقعة هنا أو هناك سواء على مستوى حقوق سياسية أو حقوق مدنية أو اقتصادية أو ثقافية بيئية أو ما يسمى بالجيل الثالث من حقوق الإنسان. اليوم 27 دجنبر، إذن على بعد حوالي أسبوعين من اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي تزامن مع 10 من دجنبر من هذا الشهر، تقدم الرابطة كعادتها تقريرا سنويا حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب. في هذا التقرير ستحاول أو حاول أعضاء الرابطة أن يقاربوا مجموعة من الحقوق كما قلت قبل قليل، سواء كانت حقوق سياسية، مدنية، اقتصادية، ثقافية أو اجتماعية أو حقوق أخرى، حقوق سواء في ميدان كما أشرت في الحقوق ما يسمى بالجيل الثالث من حقوق الإنسان. سنستمع في هذا اللقاء الذي تنظمه الرابطة المغربية للمواطنة لحقوق الإنسان للإشكالات التي تطرحها حقوق الإنسان بالمغرب. سيقدمها ثلاث خبراء من الرابطة ممثلين في السيد الرئيس إدريس السدراوي، في الأمين الوطني السيد إبراهيم الأشهب، وفي كاتب الرابطة الكاتب العام الوطني إذا شئنا للرابطة المغربية لمواطنة حقوق الإنسان الأستاذ المحامي عبد الحق الإدريسي. ولكن في نفس الوقت أرحب أيضا بصديقنا وزميلنا ورفيقنا نور الدين أشطم الآتي من الصحراء المغربية الحبيبة كمقرر لهذا اليوم. ولكن قبل أن أبدأ لابد أن أرحب بشكل كبير وخاص بالحقوقي المتميز الوجوه التي لا تقدم، لأنه يعتبر أنا شخصيا وكلنا في الرابطة والعديد من الحقوقيين من الحقوقيين المتميزين النزهاء الذين دفعوا ثمنا غاليا كما دفعت الرابطة أيضا ثمنا غاليا بالحرية. أي السي إدريس السدراوي إدريس اعتقل ثلاث مرات، أتمنى أن تتوقف الاعتقالات بالنسبة للحقوقيين كما أتمنى أيضا أن تتوقف الاعتقالات بالنسبة للصحفيين، لأن الفئات المستهدفة أعتقد في هذا البلد وفي هذا الوطن الذي نحبه جميعا الصحفيون والحقوقيون. صحيح بدأنا الآن، بدأت الدولة تكتشف بعض الذين أضروا بالوطن، لم أذكر أسماء لأن هناك أنا شخصيا كإعلامي وكحقوقي يجب أن نحتفظ بقرينة البراءة، فكل متهم بريء حتى يمر من كل مراحل التقاضي، أي من المحكمة الابتدائية، محكمة الاستئناف ومحكمة النقد، رغم أن الصحفيين ملزمون بأخلاقية من الصحافة، حتى ولو أدين أي شخص يجب أن ننشر فقط، أعتقد بالنسبة للنهائية والصحفية ننشر فقط الخبر، لأن هذا المتهم أو هذا الذي يدان فله أسرة وله أبناء وله عائلة يجب أن يحترمه، إذا ارتكب خطأ فهو سيدفع الثمن وسيعاقب من طرف القضاء المغربي، ولكن له توابع، له أسرة يجب أن تحترم من طرف المهنيين الصحفيين العاملين في مختلف وسائل الإعلام المغربية سواء كانت إذاعة تلفزة اسمي بصري، سواء كانت صحافة ورقية أو صحافة رقمية. لن أطيل عليكم، قلت هذا التقرير سيجيب عن مجموعة من الإشكالات، ولن أتحدث عن أي إشكال لأن كما قلت قبل قليل مع الخبراء للرابطة
هم الذين سيتحدثون في هذه الإشكالات وسيجيبون عن بعض الانتهاكات التي مورست هنا أو هناك في هذه السنة التي نودعها سنة 2023. سأبدأ من البداية، ودائما البداية تكون من رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الأستاذ إدريس دراوي ليقدم لنا قراءة أتمنى أن تكون سريعة عامة لمختلف الحقوق السياسية والمدنية في هذا التقرير الذي أنجزته الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان. أدعو السيد الرئيس إدريس دراوي لتقديم كلمته. مشكورا. شكرا صديق إبراهيم الشبي صحفي متعلق والمدافع عن حقوق الإنسان. تحية عالية لكل وسائل الإعلام، لكل الحاضرين، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وفي نهاية سنة 2023 تقدم تقريرها حول وضعية حقوق الإنسان هذه السنة بمنظور الرابطة، والتي أكدنا عبر العديد من المؤشرات التي وردت في تقريرنا وبالأخص مع المهاجرين وأفراد أسرهم، حيث حضرنا أشغال لجنة بمقر الأمم المتحدة بجنيف، وكذلك قدمنا تقريرا خلال الأشغال ديال لجنة التمييز مرتبطة بهذه العملية التي كنا نتمنى أن تكون ناجحة 100%، والتي من خلال نجاحها يمكن أن نضمن دولة حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون. لكن لا زالت هناك العديد من المطالب بما فيها العدم البت في العديد من المدونون وغيرهم، استمرار الإفلات من العقاب الذي من فك يشجع على تكرار الانتهاكات، عدم الكشف عن حقيقة كافة ملفات الاختفاء القسري العالقة، عدم استكمال جبر الأضرار الجماعية للمناطق، فشل ملفات الإدماج الاجتماعي والرعاية الصحية، حالة محمد بن خضرة على سبيل المثال، وبين قوسين فنحن نجدد تضامننا مع المناضل محمد بن خضرة المغربي الفلسطيني الذي يزال محاصرا في غزة، وترفض حتى السفارة المغربية في رام الله إدراجه ضمن لائحة المغاربة الذين يسمح لهم بالمرور من معبر رفح هو وأسرته المتكونة من 4 فتيات. بخصوص مؤشرات الحقوق المدنية والسياسية، نسجل استمرار التدفق في تسليم الوصولات المؤقتة فورا وعدم تسجيل العديد من الجمعيات الحقوقية من وصلات الإيداع، حالات فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان الذي حصل على وصله بعد 4 سنوات من التأسيس مع إشارة أن هذا الوصل غير صالح، وبالتالي فهذه السلطات تلعب على الحبلين، اعتقالات ومضايقات على خلفية ممارسة الدفاع عن حقوق الإنسان، وجود حالات اعتقال المشاركين في تظاهرات واحتجاجات سلمية منهم من بت فيه القضاء إدريس دراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ب6 أشهر نافذا، ومنهم من ما زالت ملفاتهم جارية وتعدى إلى أبناء المدافعين عن حقوق الإنسان. على سبيل المثال حصل احتجاز أبناء إدريس دراوي من طرف أمن الخليطرة وضربهم مع متابعة الإبن الأصغر بعدما تم اختطافهم أمام المنزل، حيث سيمتلوا غدا أمام المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة في حالة صالح. تأكيدنا اعتقال ومحاكمة رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب محمد المديبي بناء على شكاية وزير الداخلية على إثر وقفة احتجاجية كانت بمراكش طالبا من خلالها بفتح تحقيق حول ثروات أحد العمال السابقين بإقليم الحبس ليتم تقديمه يوم 30/6/2020 للنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمراكش في حالة صلاح، واعتقاله من طرف قاضي التحقيق بعد مواجهته بمجموعة من المقالات الصحفية التي نشرت في وقت صالح أبدى فيها تصريحاته في قضايا الفساد ونهب المال العام، حيث تمت متابعته بتهم كثيرة ليدان بسنة وعشرة أشهر سجنا نافذا و90 مليون سنتيم تعويضا مدنيا للمطالبين بالحق المدني، ونفس الوقت هم متابعون مدانون في قضايا الفساد ونهب المال العام، حيث تمت متابعته بشكل غريب في ملف آخر في حالة اعتقال بتهمة المس بالوحدة الوطنية عن طريق النظم المعلوماتية المؤدي لشرط العلنية وإهانة هيئة منظمة ليتم الحكم عليه ب4 سنوات سجنا نافذا، وهو ما جعله يخوض العشرات من الإضرابات عن الطعام وخروج المئات من المغاربة داخل أرض الوطن وخارجها بوقفات ومسيرات بكل من فرنسا وسويسرا وغيرها من البلدان لتأكيد تضامنهم على هذا الاعتقال التعسفي.
في نفس الملفات حكمت محكمة الاستئناف لمراكش بتخفيض العقوبة في الملف الأول إلى سنة وستة أشهر مع إلقاء المطالب البدنية، والملف الثاني خلص بسنتين ونصف سجناً نافلاً ليقوم بنقد الأحكام حيث تم رفضهم أواخر سنة 2020 ليقوم بمسطرة الإدماج ويخرج من السجن بعد قضاء سنتين وسبعة أشهر وسبعة أيام في حين أن حكم الإدماج قضى بالعقوبة السجنية سنتين ونصف، مما يعني أنه قضى شهر وسبعة أيام دون بسوء قانون اعتقالاً تعسفياً. تحريك العديد من المتابعات والشكايات الكيدية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وبالأخص من طرف عادل بن سليمان ومن طرف سلطات الناظور أعضاء الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، كما يؤكد استمرار منع وحصار ومحاصرة تجمعات سلمية حيث تجمع إصابات في صفوف المحتجين واعتقالات نتج عنها متابعات أمام القضاء بتهم لا علاقة لها بالحق في التظاهر بقدر ما تحيل على القانون الجنائي، وتعد المتابعات بالعشرات في حالة صلاح مؤقت في صفوف الأساتذة والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم. أما بخصوص حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، نسجل المؤشرات التالية: استمرار محاكمة الصحفيين والمدونين بمقتضى القانون الجنائي وليس بقانون الصحافة، مما أدى إلى اعتقال بعضهم بعد الحكم عليهم بعقوبات سجنية نافذة بالرغم من مطالب الجمعيات الحقوقية ونقابات الصحفيين بإلغاء العقوبات السالمة للحرية في مجال الصحافة والنشر. عدم التناسب ما بين الغرامات والأحكام ذات الصلة بالصحافة والنشر، ضعف الضمانات القانونية لممارسة الحق في الوصول إلى المعلومة، احتكار الدولة المغربية لوسائل الإعلام العمومية ببرامج تزكي التفاهة وتجاهل وتتجاهل القضايا الحقوقية والسياسية لعموم الجمهور المغربي. مؤشرات حول التعذيب والسجون بالمغرب: رغم أن ممارسة التعذيب بالمغرب ليست سياسة ممنهجة، فإن وضعية السجناء كارثية نتيجة قلة الأطر والموظفين وسوء ظروف إقامة السجناء نظرا للاكتظاظ الناتج عن استمرار اعتقال الاحتياط الطبي بشكل مقلق، وصل في بعض السجون المغربية إلى نصف متر لكل سجين، مع ما ينتج عنهم عن هذا من تأثيرات سلبية. وبين قوسين، أن الغرفة التي كنت معتقلا فيها 36 شخص لا تتجاوز مساحتها 18 متر، مع ما ينتج عن هذا من تأثيرات سلبية على كل مناحي العيش بالسجون من حيث التغذية والنظافة والاستحمام والفسحة والسيارة والتطبيب والعلاج ومتابعة الدراسة، مما يدفع العديد من السجناء بما فيهم معتقلون سياسيون إلى خوف إضرابات عن الطعام، حيث نؤكد خصاص في أوضاع السجناء وخصوصا بعد التعسفات التي يعاني منها المعتقلون في إطار قضايا خاصة أدت إلى العديد من الإضرابات: سجن سلام، قنيطرة، مكناس، مول البرقي وغيرها، مع استمرار ادعاءات التعذيب عبر الحرمان من الدراسة والزيارة والتقريب للعديد من السجناء مقابل منع الجمعيات الحقوقية إلى من الولوج إلى مراكز الحرمان من الحرية، عدم تواصل وانفتاح الآلية الوطنية على الجمعيات الحقوقية ومحدودية عملية وفعاليتها، ارتفاع عدد الوفيات في السجون المغربية. تحية عالية.